قواتنا المسلحة الباسلة وجماهير شعبنا وقوى الأمن الداخلي يحيون ذكرى عيد الشهداء مؤكدين حتمية انتصار سوريا على الإرهاب بدماء أبنائها الطاهرة. التيار الوطني لإنقاذ سوريا يؤكد خلال لقاء اللجنة الوزارية أهمية التلاحم لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وملاحقة الإرهابيين. روسيا حريصون على استقرار سوريا وقلقون من خرق سيادتها، ونحذر من تزايد فرص اندلاع تطورات لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة. سنقوم بدحرهم هؤلاء الجرذان حتى آخر شبر من أرض سوريا الحبيب لتعود نظيفة كما كانت. ميامين قواتنا تقسم ظهر إرهابيي إسرائيل والغرب، أتبسط الأمن والاستقرار. المالكي يجدد تحذيره من اتساع دائرة الأزمة في سوريا وأثارها الخطيرة على العالم، والقوات العراقية تصد هجوما إرهابيا عبر الحدود السورية.